السلام عليكم. تألقت مملكة بورواطة الشريفة واللي تقع غرب الجمهورية الجزائرية، تألقت صفعة ما بعدها صفعة، وذلك بعد ما التصريح نتاع وزير الخارجية نتاع الولايات المتحدة الأمريكية الواضح وبدون يعني أي لبس. وهنا نقرأ التصريح هذا اللي بعد لقائه بوزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف، يقول في التغريدة نتاعو، هذه التغريدة تاع الوزير الأمريكي، يقول وي مات ويز فورين مينستر ألجيريان مينستر أحمد عطاف تو ديسكاس ذا يو اس اند ألجيريا بارتنرشيب اند كونسيرت اون شايد برايورتيز انكريدينج ستابيليتي اون ذا ساحل اند جاست اند دورابل بيس ان اوكرانيان. We also affirmed our full support for the United Nations political process for Western Sahara. وهذا التصريح الصريح يعني فيه عدة نقاط مهمة جدا. النقطة الأولى هو أنه الصحراء هي Western Sahara، الصحراء الغربية، not Moroccan Sahara. والنقطة الثانية هو أنه يأفيرم يصرح ويؤكد، أفيرميشن هنا فيه أفيرماسيون، يؤكد أن كل الدعم لجهود الأمم المتحدة لحل الأزمة تاع الصحراء الغربية. وحنا نعرفوا أن كل الجهود تاع الأمم المتحدة تصب في اتجاه تقرير المصير، يعني تقرير المصير للشعب الصحراوي. إذن هذا أمر يفند كل الادعاءات المخزنية فيما يخص الاعتراف الولايات المتحدة الأمريكية بمغربية الصحراء، ويدير نهاية لكل التراهات والأكاذيب والدعايات التي كانوا يريدون التضليل بها، يعني في قضية الاعتراف بالصحراء الغربية، بالصحراء المغربية من طرف الولايات المتحدة الأمريكية. وكذلك يؤكد مرة أخرى أن ما بني على باطل فهو باطل. كل السياسة الأخيرة التي أدت إلى التطبيع وإلى المزيد من المنافسة والخروج عن يعني السياسة الأخوية مع الجزائر، وهذاك التحدي للجزائر بسبب وقوفه مع إسرائيل، كل هذه السياسة باءت بالفشل ولم يجنوا منها يعني إلى مزيد من الكراهية من طرف الشعب الجزائري، من طرف الدولة الجزائرية فيما يخص هذا الموضوع الهام جدا. إذا هذا هو الصفعة نتاع التي تلقتها مملكة المغرب الأقصى من طرف الولايات المتحدة الأمريكية. وذوك يروحوا يقولوا بأنه الجزائر تضغط على أمريكا، هي اللي ضغطت على أمريكا بسبب لأخذت هذا الموقف بسبب ضغوط أحمد عطاف. وهذا يزيدنا فخرا واعتزازا أنه الجزائر عندها يعني قوة وقادرة تأثر على يعني القرارات الكبيرة على الدولة مثل الولايات المتحدة الأمريكية. هذا أمر سيزيدنا فخرا واعتزازا بجزائريتنا. وفي نفس السياق نشوف خبر آخر، هنا نشوف أنه البوليزاريو تشرع في استغلال ثروات الصحراء الغربية لإعمار المناطق المحررة. وهنا فيه اتفاق ما بين جبهة البوليزاريو ولا الجمهورية العربية الصحراوية مع شركة نوماد اكسبلوريشن الأسترالية، اللي تعطيها يعني رخص لاستكشاف معادن بمنطقة أغبان المحررة. إذا هنا في اتفاق لاستغلال المعادن بين الجمهورية الصحراوية وشركة كبيرة يعني نوماد اكسبلوريشن الأسترالية لاستغلال المعادن. إذا هذا كذلك يصب في اتجاه مزيد من الاستقلالية والحرية للشعب الصحراء الغربية. إذا هذا هو ما أردت أن أقوله، والخبر هذا مهم جدا
ويدير حد لكل الأكاذيب التي كانت تروج من طرف المخزن. أترككم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم.